أصحابنا. مين تاني عايز يسأل سؤال؟ تفضلي حبيبي. أنا اسمي أريبسيم، هو ينفع حد يعترف عند راهب في الدير؟ حاضر يا أريبسيمة، سيدنا هيقول لك. حاضر. المجمع المقدس في عهد البابا شنودة أخذ قرار، وده أعلى سلطة في الكنيسة، إنه ممنوع البنات والشابات والستات يعترفوا عند الرهبان. الراهب حتى لو أسيس أو أمس ممنوع. حتى لو هو ده الكاهن في كنيسة معينة، لا بس دي راهب لسه كملت الكلام. الاستثناء لو راهب كاهن الكنيسة بعتته في مثلا الإمارات العربية أو أبو ظبي أو كده، وما فيش حد في البلد دي غيره خالص كاهن، فبيبقى الكنيسة مديه له تصريح إنه ياخد اعتراف الشعب اللي هناك كله، ما بقوش كتار يعني. وبنفضل إن لو الشعب كتر الراهب بيرجع الدير وبنبعت كاهن متزوج. طب ليه اللي بيبعته راهب في الأول؟ لأن كاهن المتزوج هيعوز شقة وهيعوز مصاريف أكتر. الراهب ممكن يسكن في أوضة بدورة مية ومصاريفه قليلة. فساعات المجتمع اللي في البلد دي بيكون لسه بيتكون، فبيبتدوا براهب. أول ما يبتدوا يكتروا الكنيسة بتسحب الراهب تاني وتبعت كاهن متزوج. ممنوع الراهب كمان يدخل في مشاكل الستات والشابات والبنات. يعني ايه؟ يعني مش بس ما ياخدش اعترافاتهم ولا يحللهم مشاكلهم، لان المشكلة فيها جزء منها بيبقى اعترافات. يعني واحدة متخانقة مع جوزها مثلا، مش هتحكي له سبب الخناقة ايه؟ اكيد. وسبب الخناقة انها مرة قالت لجوزها كلمة إهانة وهو راح مديها علقة مثلا. طيب يبقى دخلنا في الاعترافات، في حكاية وفي حاجات تانية بتبقى أكتر من كده. ما يصحش. فإحنا بنقول لكم، بنقول للي سمعنا كلنا، إنه الرهبان في الدير هم سابوا العالم وماتوا عن العالم وراحوا يعيشوا في البرية. طب وبالنسبة للولاد أو الرجالة ممكن؟ هو المجمع ما أمرش إن هم ما ياخدوش اعترافاتهم، لكن طبعا مش هيبقى عند راهب عادي، هيبقى راهب كاهن. دي حاجة. الحاجة التانية إنه لو الراهب حس إن اعترافات هذا الرجل أو الشاب ده ما ينفعش يخدمه ويتابعه من غير ما يكون بيتابع شخصية أخرى، خطيبته مثلا، وفي حاجات محتاجة يتكلموا هو وخطيبته هما الاثنين، فلو هو هيسحب له خطيبته معاه يبقى لا، يقول له أنا متأسف، أنت موضوعك عند أبونا بتاعكم. فمش مستحب، لأنه برضه هيجر في ديله حاجات، لكن مفيش قرار بالمعنى. بالنسبة للشباب والرجال وكده يعني والأولاد. بنشكرك يا سيدنا على حلقتنا النهاردة. أشتي. بشكركم يا أصحابنا أنكم كنتم معانا. أصحابنا احنا اتكلمنا